أصيب 22 شخصا بجروح من جراء زلزال بقوة 6.1 ضرب فجر الأربعاء شمال غربي تركيا، حسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. وحدد المعهد الأمريكي مركز الزلزال على بعد 170 كيلومتر شرق اسطنبول كبرى مدن البلاد. من جهتها حددت السلطات التركية قوة الزلزال ب5.9، مشيرة إلى أن مركزه هو في مقاطعة غولياكا بمحافظة دوزجية شمال غربي البلاد. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: لدينا 22 مصابا، أحدهم حالته حرجة بعدما دفعته نوبة فزع إلى القفز من المبنى.